اهلا بيكم في حلقه جديده النهارده، فيديو جديد. انا بشوف الحلقات بتاعه قانون الجذب دي من الحلقات المفيده جدا جدا، لازم كلكم تركزوا فيها، لان فيها يعني ممكن تكون سبب في تحقيق احلامكم واهدافكم وطموحاتكم، كل اللي انتم بتحلموا بيه. فانا كرشا مراد انا بحب حلقات قانون الجذب جدا اكتر من اي حلقات تانية، يمكن اكتر من العلاقات واكتر من الابراج، يعني it's my passion يعني. طيب انا رشا مراد، والنهارده هنتكلم عن أسباب فشل قانون الجذب. إيه الحاجات اللي بتخلي قانون الجذب مش بينجح؟ بيجي لي سؤال ده كتير جدا جدا من ناس كتير، يقولوا لي إحنا عملنا قانون الجذب ونفذنا كل الخطوات اللي أنت قلتي عليها، بس في الآخر يعني ما نجحناش، أو الموضوع ما نجحش. طب هو إيه المشكلة؟ المشكلة فينا، ولا مشكلة في التوقيت، ولا مشكلة في المكان؟ فإيه المشكلة بالظبط؟ فخلونا النهاردة نشرح بفكرة مبسطة إيه اللي ممكن تكون أسباب إن قانون الجذب أو law of attraction ما ينجحش. يا جماعة محتاجة منكم كلكم تعملوا لايك للفيديو وتتابعوني على الانستجرام بتاعي وعلى السوشيال ميديا بتاعتي، وتقولوا لي بتتفرجوا عليا من فين وانتوا برج ايه. طيب بصوا بقى، قانون الجذب ده حاجة موجودة في حياتنا، ده طاقة كونية موجودة، سواء ان سيادتك او حضرتك قررت ان انت تستخدميه او قررتوا ان انتوا مش هتستخدموه، يعني سواء ان انت هتستخدمه او مش هتستخدمه، فهو شغال من تلقاء نفسه. فالافضل ان احنا نسيستم نفسنا ان احنا نشتغل ونستخدم ونسخر قانون الجذب، ان احنا نقدر نوصل لكل اللي احنا عايزينه. فبالتالي يعني لو انت ما استخدمتهوش، في اشخاص اخرين ممكن يستخدموه، تبقى انت مجرد وسيله ان انت بتحقق اهدافهم واحلامهم. انا مع ان انتوا تكثروا من تمرينات قانون الجذب والتخاطر وتعملوها عن اقتناع. طيب ايه هي أسباب فشل قانون الجذب؟ إيه هي الحاجات اللي ممكن تخلينا ما نقدرش إن إحنا نحقق اللي إحنا عايزينه باستخدام قوة وسحر وعظمة قانون الجذب؟ رقم واحد، الشك. الشك إن أنت تبقى مش بتعمل قانون الجذب، مش بتعمل التمرين، مش بتعمل الورك أوت أو الإكسرسايز باقتناع أو بيقين. يبقى رقم واحد ان انت لازم لما تيجي تعمل تمرينات، اللي احنا هسيبها لكم هنا كتير، وفي تمرينات كتير عملناها مع بعض قبل كده، لازم يكون عندك يقين او اقتناع ان اللي انت بتتمناه او اللي انت بتركز عليه في طاقتك او اللي انت بتفكر فيه او اللي انت بتعمله تخاطر، او الشخص اللي انت بتتخاطر معاه، او المسج اللي انت عايز توصلها هتحصل، يعني هتحصل ان شاء الله باذن الله طبعا. يبقى ما ينفعش ان احنا ندخل الشك، الشك بيقتل اليقين، وبالتالي بيقلل من فرص حضور، مش بيقلل، ده بيمنعها اصلا ان انت تجذب الحاجه اللي انت عايزها. فما ينفعش ان احنا ندخل الشك خالص خالص خالص، ما ينفعش الشك يدخل خالص في التمرين. ما ينفعش تقول مثلا ايه ده انا هجرب كده هشوف هيحصل ولا مش هيحصل، انا بحاول، انا مش، لا انت لازم تبقى تكون بتعمل تمرين وانت عندك نيه صادقه ان شاء الله ان انت واثق في ربنا سبحانه وتعالى، وان ان شاء الله اللي انت بتحلم بيه هيتحقق، واللي انت عايز تجذبه هيتجذب، او اللي انت عايز توصله مسج، المسج هتوصل. لازم يكون في يقين. رقم اتنين، ان يعني علم الطاقه ده عباره عن ايه، او انت ازاي بتجذب. انت عندك ذبذبات، ماشي، او طاقه الذبذبات بتاعتك، والحاجه اللي انت عايز تجذبها لازم عندها ليها ذبذبات، ليها تردد. فاحنا عايزين نظبط الترددات مع بعض او الذبذبات مع بعض، يعني نظبط ترددك مع تردد الحاجه اللي انت عايز تجذبها. اوكي، فلو انت يعني مثلا لو احنا ندي للذبذبات دي مثلا 10 من 10، لو انت ذبذباتك قريبة من ذبذبات الشيء اللي انت عايز توصله، او طاقتك قريبة من طاقته بنسبة يعني 7 او 8، يبقى انت كده نسبة كبيرة جدا. فبالتالي المجهود اللي انت هتبذله او السعي بتاعك هيقل، لان انت اوريدي الذبذبات بتاعتك قريبة. اما لو كانت طاقتك او ترددك او ذبذباتك دي اقل من الحاجه اللي انت عايزها بكتير، طبعا هيبقى الموضوع صعب، وهتحتاج ساعتها سعي اكتر، وهتحتاج ان انت تاني نقطه في النقط اللي ممكن تبعدك عن تحقيق الحاجه اللي انت تتمناها عن طريق قانون الجذب، هو ان انت تفكر في العقبات في الوصول للهدف. العقبات يعني ايه؟ يعني مثلا انت عايز تبقي دكتوره مشهوره، تقعدي تفكري في العقبات اللي ممكن تواجهك علشان تحققي الهدف اللي انت نفسك فيه، الصعوبات، الحاجات الصعبة، الحاجات اللي ممكن تمنعك. فدايما يا جماعة لما نكون، حتى لو هو هدف صعب أو هو هدف مستحيل، مش عايزين نقول كلمة مستحيل، بس هنقول حاجة بالنسبة لك مستحيلة، ما ينفعش إن أنت تقعد تفكر في العقبات، في الحاجات الصعبة، ما ينفعش إن أنت تجذب الطاقة السلبية. طب ما أنت لما تقعد تقول ده مستحيل، لا نو واي، الموضوع صعب جدا، لا لا لا، فأنت ما تفكرش في العقبات، فكر في النتيجة النهائية.
ما تقعدش تفكر في الكيف والكم، ويعني هيحصل كده ازاي، هتوصل لكده ازاي، وتلاقي نفسك عمال تحط لنفسك عقبات وحاجات كتيره جدا ممكن انت تبعدك عن هدفك او عن اللي انت، عن تحقيقك للي انت عايزه. فبالتالي انا ضد ان انت تفكر في عقبات وتفكر في حاجات اللي هي مسببات القلق. يعني القلق هيقلل يعني الشك، والقلق انت كل ما انت هتفكر في عقبات ومشاكل وحاجات اللي هتقف قدامك وحاجات اللي هتقف في طريقك وحاجات الجات اللي ممكن تعطلك، فانت كده بيحصل لك طاقة قلق. انا مش عايزة القلق ده يدخل قلبك، ولا عايزة طاقة سلبية، ولا عايزة قلق، ولا عايزاك تفكر في الكيف. انا عايزاك توصل تفكر في النتيجة. يعني دايما في قانون الجذب بلاش نفكر في ازاي هيحصل. سبحان الله، ربنا عنده قدرة رهيبة ان هو يسبب الاسباب. احنا مش لازم نفكر ربنا هيسبب الاسباب ازاي، او الموضوع ده هيحصل ازاي. لا، انا عايزاك تفكروا اكتر في النتيجة، في فرحتك، في احساسك، في مشاعرك. ودي برضو نقطة مهمة جدا جدا. في ناس ممكن تعمل الموضوع بقى كأنه يلا انا عايزة اتخيل من غير اي مشاعر واحساس. خلينا نكون متفقين يا جماعة ان انت لو انت ما دخلتش وما استخدمتش وما استغلتش احساسك وشعورك ومشاعرك في احساسك بالحاجة اللي انت عايز توصل لها، انت كده فشلت. يعني قانون الجذب او تمارين قانون الجذب او التخاطر بدون ان انت تعمل انفولفمنت او ان انت تدخل احساسك ومشاعرك واحاسيسك دي، انت كده فشلت. بالعكس، انت احساسك بالحاجه واحساسك بالحاجه كانها حصلت اوريدي وان انت حاسسها وان انت عايشها، هو ده اللي بيقربك للوصول للحاجه اللي انت عايزها. اوكي، ايه كمان ممكن يقلل من حدوث او opportunity من حدوث او وصولك للحاجه اللي انت عايزها عن طريق قانون الجذب؟ وهو الحاجه دي هي يعني ان انت مش حاسس ان عندك استحقاق، يعني حاسس ان انت لا تستحق، او ان انت يعني صعب توصل للحاجه دي، او ان انت ما تستحقش. يعني عدم شعورك بالاستحقاق. الاستحقاق ده انا عملت عليه حلقه هسيبها لك وهنا. انت من غير ما تحس ان انت تستحق الحاجه، لو انت شايف نفسك شايف ان انت لا تستحق الوصول لهذا الهدف، او ان انت لا تستحق هذا الهدف، الكون مش هيساعدك. الكون او ربنا سبحانه وتعالى لما يشوفك انت واثق في نفسك وشايف ان انت تستحق السعادة دي، او تستحق الشخص ده، او تستحق المكان ده، تستحق الوظيفة دي، فانت هتوصل لها. فعشان كده يعني مثلا ايه زي وظيفة احلامك اللي انت نفسك تشتغلها، تقول لا انا ما اعرفش اشتغلها، انا ما استحقهاش. طب انت نفسك شايف ان انت ما تستحقهاش، عمرها ما هتجيلك. فبالتالي لازم يكون عندك استحقاق، يعني انت حاسس ان انت تستحق، وان انت الكابابيلتيز وامكانياتك وقدراتك تستحق الوصول الى ذلك الشيء. طيب ايه كمان يا ست هانم رسو؟ يا جماعه شكرا على كل الكومنتس الايجابيه اللي انا عماله اقراها على الشات لان ده لايف. بجد ثانك يو من كل قلبي. طبعا مش عارفه ارد على الاسئله عشان اركز في الحلقه، بس حبكم يعني وثقتكم فيا دي حاجه على راسي والله العظيم. ربنا يكرمكم يا رب، وربنا يعزكم، وربنا يحقق لكم كل حاجه نفسكم فيها. علشان الكلام ده يعني بصراحه مش قادره اقول لكم مؤثر فيا ايجابيا وعماله اقرا الكلام. بجد شكرا يعني من كل قلبي فعلا. اخر نصيحه عايزه اقولها لكم مهمه جدا في قانون الجذب، هو ان انتوا تشكروا ربنا سبحانه وتعالى. يعني دايما بعد ما تعملوا التمارين بتاعه قانون الجذب، تعودوا ان انتوا تشكروا ربنا على نعمه، اتعودوا ان انتوا تقولوا يعني تدعوا، تبقوا مقتنعين ان ربنا سبحانه وتعالى هيفعل لكم الخير، وعدم التعلق بالشيء. يعني التعلق الشديد بالحاجه او التعلق المرضي بالهدف بيخليك ما تقدرش توصله. فبالتالي شايفه ان عدم التعلق بالهدف هيقدر يخليك توصل للهدف اللي انت عايزه. ولازم نشكر ربنا سبحانه وتعالى دايما، يعني تشكر ربنا على نعمه، على فضله، على صحتك، على النعم اللي عندك، على كل حاجه حلوه عندك. لان ربنا سبحانه وتعالى قال ولئن شكرتم لازيدنكم. يعني كل ما بتشكر ربنا، ربنا سبحانه وتعالى بيزيدك. فبالتالي يعني اكثروا من الحمد لله رب العالمين، اشكروا ربنا، اعملوا ذكر يومي بعد التخاطر. يعني خلوا التخاطر ده فرصه ان انتوا تعملوا مديتيشن وان انتوا تقربوا من ربنا سبحانه وتعالى. يبقى شكر ربنا سبحانه وتعالى والاستغفار يا جماعه. الاستغفار بيطهر الطاقه، فانت عايز يبقى عندك طاقتك قويه وان يبقى عندك طاقتك طاهره، استغفروا ربنا كتير بنيه ان ربنا يحقق لك هدفك، او بنيه ربنا يوصلك اللي انت عايزه، ربنا يعني ان ربنا يوفقك. فالاستغفار والذكر يعني، فاسالوا اهل، يعني ربنا بيقول لك يعني اهل الذكر دولت في مكانه مخصصه او في مكانه معينه عند ربنا سبحانه وتعالى. فلازم نذكر ربنا كتير، نستغفر كتير، ان احنا نحمد ربنا، ويبقى عندنا امتنان، يعني عندنا طاقه امتنان بالنعم اللي عندنا.
وحاولوا ان انتوا في دي الحاجات اللي بتظبط ذبذباتك وبتخلي ذبذباتك عاليه او التردد بتاعك عالي، ان انت تقدر توصل لاي تردد انت عايزه او اي امنيه نفسك فيها. بصوا يا جماعه، عايز احكي لكم على حاجه، انا بس عشان انا موضوع علم الطاقه انا بقيت مولعه بموضوع النباتات، فدي نبته جديده انا جبتها هوريها لكم من ايكيا، يعني مش اعلانيه ولا حاجه، بس هي اصفر او ما اعرفش هي لونها فيه اصفر كده، ويعني دي طريقه. مش قادره اقول لكم يا جماعه النباتات الخضراء بتدي انرجي وطاقه وبتدي باور عامله ازاي يعني. فانا بنصحكم كده كلكم ان انتوا من اي حد من اي مشتل هاتوا نباتات كده حطوها، هتدي باور قويه جدا والله العظيم في البيت، هتحسوا يعني بحاجات مش طبيعيه. من بصوا انا ما بحبش الورق الاصفر اللي عمال يقع، انا زعلانه قوي على الورق اللي عمال يقع ده. طيب قولوا لي يا جماعه الفيديو مفيد ولا لا، قولي له قولوا لي هل جربتوا قانون الجذب قبل كده وحسيتوا ان هو فشل، قولوا لي ايه الحاجات اللي ممكن تكونوا عملتوها غلط في الحاجات اللي انا قلتها ادت الى سبب كانت سبب في فشل ان انتوا تعملوا قانون الجذب او تمارين قانون الجذب بطريقه صحيحه ان انتوا توصلوا اللي انتوا عايزينه. بشكركم يا احلى جمهور في الدنيا، بحبكم جدا جدا، بتمنى لكم السعاده. بليز ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه وتتابعوني على السوشيال ميديا، على الانستجرام بتاعي وعلى الفيسبوك، وكمان ما تنسوش تعملوا شير كتير كتير للفيديو لان الفيديو يستحق ان انتوا تسمعوه، هيأثر على حياتكم لان قانون الجذب ده قانون كوني قادر على تغيير حياتك من الافضل للافضل، فلازم تركزوا فيه وتعملوه على طول بالطريقه الصحيحه. هسيب لكم فيديوز حلوه جدا وتمرينات حلوه جدا فوق هنا تحت علامه اي، هتعجبكم جدا جدا جدا. شكرا، بحبكم قوي قوي، مع السلامه، واستنى رايكم تحت.